بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم نسيم. أصدقاء الكرام، نتمنى تكونوا جميعا بخير. سؤال يتكرر بزاف، كيفاش نحكم الزواوش من داخل السلاكة بلا ما نأذيهم، بلا ما نخوفهم، بلا ما نريشهم ريشة ما تطيحش؟ تبعوا مليح خوتي طريقة بسيطة وتحكم الزواوش نتاعك بكل هدوء وبكل أريحية. عندنا هنا قفص تزاوج سيباراسيون، كما راكم تشوفوا حطيتها بالمقلوب، فيها زوج بيبان، هام البيبان، وحطيت تحت في البلاطو بيض وزريعة الكيف، يعني نحطو الماكلة اللي ما نمدوهاش كل يوم للزاوش. علاش؟ كي نمدوها يجي الزاوش مباشرة باش يتغذى منها. عندنا زوج خيوط ولا سلك، تشد البيبان هكذايا بهذا الشكل، بمجرد يدخل الزاوش نتاعك والكمية اللي تسحقها باش تحكمهم، نجبدو الخيط وتسكر الباب، ومن بعدك تقدر تريهم. يعني الحاجة اللي تحب تحكمها احكمها وحطها في الكاشا، الحاجة اللي تحب تلقها وبعدك اطلقها. فهمنا خوتي؟ طريقة واحدة اخرى خوتي، نقدرو نجبدو هدايا، نخلي برك نشدو هدايا ونقربو هدايا لهنا، الزاوش يدخل من هنايا ديراكت. بوه حطيتها برك، نجيب حطبة صغيرة ولا كما راكم تشوفوا قادر الزاوش يدخل منا، يدخل منا. نحرك الخيط هذا يا غير بشويه هكذا، ها او حكمناه. كما راكم شفتوا خوتي، قادر نحكم كمية كبيرة، بصح ما بغيتش خاطرش تما حبيت نوري لكم الطريقة برك. سينو لو كان جبت الخيط كلشي كلشي قديد، تما الخيوط هادو ما نجبدوهم هكذا يتسكروا، ما حبيتش نجبدهم خاطرش انايا ما نحبش نحكمهم. تفهمنا خوتي؟ هاي ليك طريقة.